شركة آفاق التعليمية، أهلاً ومرحباً بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومع لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي الجميلة، وهو درس الجمل والسيارة من تطبيق القدرات اللفظية، فهيا بنا. السؤال الأول يا أبطال هو: الإبل تعني الناقة والجمل أم الحيوانات الأليفة أم الناقة أم الجمل؟ نعم أحسنتم جميعا، الإبل معناها الناقة والجمل، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يا أبطال: الرياضة تزيد من أمراض الجسم، ما الخطأ السياقي؟ نعم أحسنتم جميعا، الرياضة تقلل من أمراض الجسم، بل ممكن أن تزيل الأمراض أيضا. نعم إذن الخطأ السياقي هنا هي كلمة تزيل، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يا أبطال: أين تجولت السيارة؟ ما نوع الأسلوب؟ ما نوع الأسلوب هنا يا أبطال؟ وجدنا يا أبطال هنا أداة الاستفهام أين، وأيضا علامة الاستفهام، إذن يكون الأسلوب، نعم أحسنتم، أسلوب استفهام. قال الجمل للسيارة: لقد أذهلت الناس فراغ، وتنوع فراغ، أكملوا. نعم نحن قرأنا الدرس قراءة جهرية معبرة، وعلمنا يا أبطال أن الجمل قال للسيارة: لقد أذهلت الناس بسرعتك، أحسنت، وتنوع، نعم أشكالك، أحسنتم. أذكر ضد كلمة أرحتك، نعم أذكر أنا ضد كلمة أرحتك، أرحتك يا أبطال ضدها، نعم نعم أحسنتم جميعا، أتعبتك. الجمل: شكرا لك أيتها السيارة، فقد أعدت الأمل إلي وذهب فرحي. ما الخطأ السياقي؟ قرأنا أيضا يا أبطال وعلمنا في درس الجمل والسيارة أن الجمل قال: شكرا لك أيتها السيارة، فقد أعدت الأمل إلي وذهب حزني وليس فرحي. إذن الخطأ السياقي هنا هي كلمة فرحي، أنتم رائعون. الكلمة الخطأ لفظا هي: هل هي لا يوجد أم مدرسته أم مكاني أم تجاهلوني؟ نجد أن الخطأ هنا كلمة مدرسته، لأن هذه الكلمة لا يوجد بها يا أبطال، ولكن آخرها هي الهاء، آخرها حرف الهاء في نهاية الكلمة، لا نضع بعدها يا، إذن هذه الكلمة هي الخطأ لفظا، جزاكم الله خيرا. عين رأس، ما العلاقة المشابهة؟ تعلمنا يا أبطال العلاقات كلها، وعلمنا أن هذه العلاقة تسمى علاقة جزء من كل، علاقة جزء من كل، لأن العين هي جزء من الرأس، إذن لا بد أن نختار، الاختيار الصحيح هو الذي يدل على نفس العلاقة وهي الجزء من الكل. طيب ما هو يا ترى الاختيار الصحيح؟ أحسنتم جميعا، أنتم رائعون. الثانية يا شباب هي جزء من الوقت، الثانية هي جزء من الوقت، إذن تعتبر هذه العلاقة هي علاقة جزء من كل، الثانية هي جزء من الايه، من الوقت، جزاكم الله خيرا. كتبت بالقلم، قطعت بفراغ، اختر. العمل بالقلم، بالورق، بالسكين. نحن نعلم جميعا أن الكتابة تكون بالقلم، أما قطع الأشياء يكون، أسمعكم، بالسكين، جزاكم الله خيرا. تجولت السيارة في طريق، أكملوا.
هل يا ترى كان طريق ساحلي أم بحري أم زراعي أم بري؟ طريق بري، أحسنتم، جزاكم الله خيرا، أنتم أبطال متميزون. وفي نهاية درسنا اليوم أشكركم على حسن الاستماع، ولا أقول وداعا ولكن أقول في لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.